ايوه يا ماما. طب انا هعمل ايه بس يا ماما؟ يعني اقول له ايه؟ ده هو بيلحق يا ماما، ده هما 3 دقايق وفجأة بلاقيه قام. اقول له ايه؟ اقول له ايه؟ وده كلام بيتقال؟ والله بقى مش عارفه يا ماما، هو نصيبي كده. بقول لك شكله جه. يلا باي باي. اهلا حبيبي، ايه الاخبار؟ تمام تمام مية. كله تمام. عملت ايه في الحفل؟ الحفله كانت تمام، ظريفه مش وحشه يعني. طب الحمد لله الحمد لله. مش هندخل ننام ولا ايه؟ لا تعالي نضرب بقى عشان الحفله بتاعت بكره، وبعدين وحشني صوتك يعني. يا سلام. مش كده؟ يلا. يلا جاهزه؟ جاهزه تمام. هتدلك العشاء؟ لا مش قادر والله، مش قادر. تصبح على خير. بس اما تيجي هو انا احكي لك علي جرام، علي جرام من مراسيلك علي جرام، بس اما تيجي هو انا احكي لك علي جرام، وامسح دموعي في منديلك علي جرام، بس اما تيجي وانا احكي لك علي جرام.